معتقل طفلة وإصابة اثنين آخرين من عائلة واحدة بانفجار لغمن أرضي من مخلفات الحرب في بلدة دير البخت بريف درعا الشمالي. قصف مدفعي وصاروخي مكثف من قوات النظام يستهدف قرى عبدين وبعربة والقصابية ومحيط بلدة الهبيط بريف دليب الجنوبي. الفصائل المقاتلة تستهدف بصواريخ جراد وقذائف المدفعية مواقع قوات النظام في بلدة كفرنبودا ومعسكر بريديش بيري في حماة الشمالي. تجدد الاشتباكات على محور الكبانة بريف اللاذقية الشمالي بين فصائل المنطقة وقوات النظام. نحو 400 عضو في الكونغرس الأمريكي يطالبون دونالد ترامب بالتدخل لحل النزاع في سوريا ويتهمون روسيا بشن حرب على الشعب السوري واستخدام القوة لحماية الأسد من العقاب. تضرر نحو 300 ألف دونم من الأراضي الزراعية بسبب اندلاع حرائق بالقمح والشعير في ريف الرقة الغربي والشمالي.